ولنقاش مدى تأثير هذا النقص على الطلاب ينضم إلينا رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب المحامي نديم مصري. مرحبا بك في الاستوديو. المشاهدين، يعني 5000 غرفة صفية، أريد سؤالي الأول، ما هو نصيب المجتمع العربي من هذه الغرف؟ هل معظمها في وسطنا العربي أم أيضا في المجتمع اليهودي؟ أنا أعتقد الإحصائيات تقول أكثر، وأنا أعتقد أنه هذا النقص موجود من قبل، وإذا بنطلع إحنا على السنتين الأخرانيات يعني منذ جائحة الكورونا أهملوا هذا الجانب من ناحية إتمام البنية التحتية في المدارس العربية، وذلك لأسباب اللي كانت أكثر مشغولين في جائحة الكورونا والتعلم عن بعد، فلذلك تم إهمال هذا الجانب، وكانت معظم الوزارات لا تعمل حتى في هذه الفترة، ولكن هذه تراكمات منذ سنين، يعني نسمع كل سنة من الحكومات الجديدة يتم تخصيص ميزانيات خاصة لبناء غرف وإعطاء مدارس والحصة الكبرى عمليا للوسط العربي، ومنها الكثير من المشاكل الموجودة في الجنوب عند في النقب. هناك مناطق كاملة في القرى الغير معترف فيها الذين يسافرون الكيلومترات حتى يصلوا إلى مدارس في قرى ومدن ثانية في الشمال وفي الجليل وفي المثلث، هناك نقص كبير في البنية التحتية والمدارس والغرف التدريسية، وأعتقد أنه جائحة الكورونا بينت هذه المشكلة، يعني لما كانت جائحة الكورونا وبلشوا أنهم يعلموا حسب منظومة التعلم عن بعد أو الدمج ما بين المجموعات، عمليا ما كان هناك إمكانية احتواء الطلاب في غرف حتى أنه يقسموا الطلاب، وتداركوا المشكلة أنه في ازدحام واكتظاظ في داخل الصفوف، هذا الأساس ما كان إمكانية تعليم الطلاب من داخل المدارس، وأحيانا تم إرسالهم على التعلم عن بعد على أساس أنه ما في عندهم إمكانية أنهم رجعوهم على الصفوف أنها مكتظة، وهذا لا يتلائم مع منظومة وزارة الصحة، ومن جهة ثانية لا يمكن أنهم قسموا الطلاب لأنه ما في عندنا كفاية غرف تدريسية، يعني البنية التحتية هي فيها عدة أمور يجب العمل عليها، وأعتقد إحدى الأمور البنية التحتية لازم أن نتحدث عنها ليس فقط الغرف، وإنما البنية التحتية لوسائل الاتصال، يعني البنية التحتية للتعلم عن بعد، يعني الحواسيب، البنية التحتية. هنا أريد أن أسألك، إذن هي ليست فقط الغرف الصفية التي تنقص مدارسنا العربية، قبل أن ننتقل إلى الأدوات الأخرى، ماذا يفعل المدراء أو مديري المدارس في هذا النقص وفي ظل جائحة الكورونا التي تفرض التباعد، يرسلون الطلاب إلى البيوت، وماذا تفعل وماذا تقوم وزيرة التربية والتعليم التي تصر رغم ذلك بافتتاح السنة الدراسية في موعدها؟ اولا نحن مع افتتاح السنه الدراسيه والتعلم من داخل المدارس، لانه هي الطريقه الوحيده الموجوده امامنا، لانه التعلم عن بعد اثبت عدم نجاعته وعدم فعاليته في الوسط العربي، والبنيه التحتيه لا تتلائم الوسط العربي، فلذلك نحن نريد ان نتكيف في الوضع القائم، يعني منذ سنوات الطلاب بيتعلموا من داخل المدارس في الظروف الموجوده اليوم، هي تراكمات، يعني احنا لا نريد ان نلقي المسؤوليه على الوزير الجديد، ولكن هذه تراكمات الموجوده الوزارات والحكومات السابقه، هناك مشكله اكبر انه السلطات المحليه عندنا بالوسط العربي لديها مشاكل كثيره، يعني لديها وضعها صعب عمليا، دائما هم بيقولوا انه ما عندنا الميزانيات الكافيه اذا ما الوزارات والحكومه دعمت. وعن هذه النقطه تحديدا أريد أن أتوجه إلى رئيس بلدية عرابي وسكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية عمر نصار الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ عمر. أهلا بك وبجميع المشاهدين. يعني إن كنت تسمع النقاش هو الحديث أيضا الآن عن معاناة المجالس السلطات المحلية في الميزانيات أمام هذه العقبة، نقص الغرف الصفية، وأيضا في التقرير ذكر أن هناك نقص في أدوات التعقيم وكل الأدوات الإضافية، ماذا تفعلون أنتم كرؤساء سلطات محلية؟ كيف تواجهون هذا النقص؟ يعني ليس خافيا على أحد أن السلطات المحلية والسلطات المحلية العربية على وجه الخصوص
تعاني في الأوضاع الطبيعية وفي الأوضاع العادية، والآن في هذه الأوضاع الطارئة وذات الخصوصية المتعلقة بأزمة الكورونا وتداعياتها وتبعاتها وما يتبعها من ضرورة ملائمة البنى التحتية والمدارس والمؤسسات الرسمية أيضا للتعايش مع هذه الأزمة أو لمواجهتها، تصبح مشكلة السلطات المحلية العربية مضاعفة أكثر وأكثر. إمكانيات السلطات المحلية العربية المادية شحيحة بطبيعة الحال، الآن هناك متطلبات تفرضها الأزمة الراهنة تزيد من العبء المالي على السلطات المحلية العربية، وليس هناك مصادر يعني كافية، مصادر مالية حكومية لمواجهة هذه الأزمة. أضف إلى ذلك أن السلطات المحلية العربية أيضا تخسر الكثير من مداخيلها بسبب هذه الأزمة وبسبب تحول الكثير من المصالح التجارية إلى الإغلاق وبسبب خروج الكثيرين من المواطنين إلى عطلة وتوقفهم عن العمل، وبالتالي يصعب عليهم دفع الضرائب المستحقة للسلطات المحلية. لذلك يعني سلطاتنا المحلية معاناتها مركبة ومضاعفة أو تتألف من عدة جوانب، وعندما نتحدث عن مواجهة الأزمة يطلب منا، كانت لنا عدة لقاءات مع وزيرة الداخلية ومع وزير الصحة ومع رئيس الحكومة وتداولنا في كيفية مواجهة هذه الأزمة، يطلب منا أو تلقى على عاتقنا وعلى مسؤوليتنا مهام كبيرة مركبة أيضا تحتاج إلى جهد كبير وجهد مضاعف، ولكن بدون ميزانيات. ونحن نقف في هذا الظرف تحديدا، هذا الظرف الذي يلقي علينا مسؤوليات كبيرة مضاعفة ولكن بميزانيات تكاد تكون معدومة. أستاذ عمر، أريد أن أسألك، بما أنك أيضا سكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، من هي المدن والبلدات العربية التي تعاني يعني بشكل مفرط من هذه القضية، من نقص الميزانيات لتطوير المدارس ومن نقص الغرف الصفية؟ نعم، إذا كنا نتحدث عن النقص في الغرف الصفية فإن الأزمة تشتد وتصبح أكثر إلحاحا في الجنوب، في البلدات وفي القرى وفي المضارب أيضا في النقب، هناك آلاف الطلاب يعانون من نقص في الغرف، وأيضا يعانون من عدم إمكانية الوصول إلى مدارسهم وإلى غرفهم التدريسية. هناك نقص أيضا في تسفير ونقل الطلاب إلى مدارسهم، وهناك مشكلة أخرى أيضا يعني مرتبطة بنقص الغرف التدريسية، وهي مشكلة تواصل هؤلاء الطلاب أو إمكانيات اتصالهم بشبكات التواصل وبالإنترنت، وبالتالي هذا يحرمهم من التعلم عن بعد الذي كان متبعا في الموجات السابقة في الكورونا. ولذلك عندما نقول أن التعلم عن بعد ليس ناجعا وليس جديا ولم يؤتي النتيجة المرجوة منه، فإن يعني هذا الموضوع يصبح أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بهذه البلدات والتجمعات السكانية المحرومة من الاتصالات ومن الإنترنت. وليس في النقب فقط، يعني نحن عندنا أيضا في عرابي نحن نعاني من ضعف الاتصالات ومن ضعف الالتقاط، وبالتالي من فشل عملية التعلم عن بعد. ومن هنا تأتي المطالبة بضرورة إيجاد حلول أخرى تضمن افتتاح السنة الدراسية كالمعتاد، ولكن بتجنيب طلاب المدارس والعاملين في سلك التعليم الإصابة، وتجنيب أو يعني حمايتهم من انتشار هذا الوباء. أستاذ عمر نصار، وأنت رئيس بلدية عرابة وسكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، شكرا جزيلا لك. وهنا أعود إلى ضيفي بالاستوديو أستاذ نديم المصري، ما هي الأدوات الأخرى التي يحتاجها مديري المدارس وتحتاجها المدارس حتى تتمكن على الأقل من تدارك جائحة كورونا وإدارتها بشكل منطقي أساسي وليس أكثر من ذلك؟
أولا الآن إذا بنحط جانبا مشكلة البنية التحتية والغرف التدريسية، أكيد اليوم عند افتتاح السنة الدراسية أكثر شيء هو ملح ويجب أن يكون هناك في داخل المدارس، أولا في هذه الفترة الترميمات اللي لازم تنعمل، الترميمات الدورية التي لازم تقوم بها السلطات المحلية حتى قبل افتتاح السنة الدراسية، وهي الأشياء الأساسية والبسيطة التي يجب على السلطات المحلية تجهيزها قبل افتتاح السنة الدراسية. ونرى بعض السلطات المحلية حتى هناك تقصير في ذلك، لأنه بسبب الميزانيات الشحيحة الموجودة عندهم أو الإمكانيات التي لا تستطيع أنهم يقوموا فيها، ولكن نرى أنه هناك بعض المدارس عمليا وأكثر المدراء يطالبون أكثر في مواد التنظيف والتعقيمات والمرافق والأماكن التي يجب أن تتوفر في داخل المدرسة حتى يمنع الاكتظاظ والفرص داخل الصفوف. من ذلك أنا أعتقد اليوم إحدى الأمور اللي يجب أن يقوم بتجهيزها عمليا هي البنية التحتية للتعلم عن بعد. يعني نحن نرى بأنه التكنولوجيا طبعا البنية التحتية من ناحية الإنترنت، الحواسيب من داخل المدارس، توفير حواسيب، غرف حواسيب تتلائم لاحقا حتى للمعلمين نفسهم في حال هناك تعلم عن بعد أن تكون عندهم متاح إنه المعلمين يستطيعوا أنهم يقوموا بالتعلم عن بعد، على أساس التواصل يكون حتى التواصل يكون أسهل للمعلمين مع الطلاب. أعتقد هذه أمور يجب أن تكون مجهزة. يعني إذا كان عمليا نسمع هناك تحذيرات قد يجوز أن يكون إغلاق أو شبه إغلاق، إذا كان إغلاق أو شبه إغلاق قد يجوز أن التعليم قد أنهم نعود لمنظومة التعلم عن بعد أو حتى دمج ما بين التعلم عن بعد والتعلم الوجاهي، فلذلك نعود لمنظومة التعلم عن بعد. فلذلك يجب على هذه المنظومة أن تكون جاهزة ومجهزة في حالة هناك حاجة لاستعمالها في حسب الظروف الصحية، أن تكون جاهزة ومجهزة من أجل التعليم. أستاذ نديم المصري، وأنت رئيس اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، شكرا جزيلا لك.